السلام، مرحبا بكم معنا من جديد في القناة ديالي. كما طلبوا لي بزاف الناس، اليوم غندير لكم بايا مارينيرا. واخا يلا، المقادير ديال البايا ديالنا هما كما تشوفوا كالامار، كروفيت، فلفلة حمراء وخضراء، مطيشة، مخيونة بوزروب، بويون ديال الحوت، مطيشة طوماتي فريتو، ثومة، ورقة سيدنا موسى. هاد واحد اللعيبة في الشعيبة تاع بايا، الروز 200 غرام، وكروفيت. المرحلة الأولى ديال بايا، غنشدو مقلة. بانو ما عنديش بايا، غنديرها بهاد المقلة هادي، ولكن نتايا غتصدقو واعرة ما تخافوش. غنديرو شوية زيت غنسخنو، غندوزو الكروفيت غندوزو واحد دقيقة في العافية. كما تشوفوا الكروفيت ديالنا ولا تطلق الجو ديالو، الكروفيت خليتو من العافية. نقيو هادشي كامل ديال الكروفيت، نحيدوه. بعد ما حيدنا الكروفيت ديالنا وحيدنا من هذاك لي موستاش ديال الكروفيت، نزيدو شويه ديال الزيت، نزيدو شويه ديال الثومه. المهم على حسب الذوق، على حسب الذوق سيداتي وسادتي. نحركو شي، خليت هذاك لو جو ديال الكروفيت، نزيدو نزيدو الكروفيت، نمشيو العافية. بعد ما دازت 5 دقايق، نشوفو هادشي خلا الكروفيت يتجمعو، الفيديا ولات شتا الفورمة ديالها. غنزيدو طوماط، باش كلشي يتخلط مع بعضياتو. دابا غنزيدو الفلفلة، غندير الفلفلة غنديرها نحن نحن هادشي ولا تيقيق، نخلي واحد 5 دقايق قبل ما نزيدو فيه الرز. العافية متوسطة. بعد ما دازت 5 دقايق، نزيدو هاد الخليط هدا تاع البايا، فيه الزعفران باش يعطي هاد المذاق واللون. صافي كي يعطي اللوين، انا باقا في شي لوين. هادو مبغاش تبقاو مخبعين، ماشي في يدي.
بعد ما تنحركوا الخليط ديالنا تاع الطايم مزيان غنزيدوا الروز 200 غرام ديال الروز. كلشي هادشي بالعافية قليلة، ما تحرقش الروز حتى تنزيدو فيه البويون ديال الحوت عا باش نكسيرو. كيما تشوفو كيتخلط مليح، خلينا واحد ثلاثة دقايق الروز كامل يتخلط مع الحوت ومع الخضرة وداكشي. دابا غنزيدو البويون، البويون خصك تغطي بيه الروز كامل. صافي حركو مزيان، حيت من بعد من غنزيدو الكروفيت و ميخيونيس و داكشي الورقة ديالنا متطلق شوية تاع بركة يعني المذاق متطلق ولكن نديروها و صافي. كيما تنشوفو هادشي ولا تيسخن ولا تيبقبق تيبقبق بقبق نزيدو صافي. بسم الله بغيت ندير الديكور ديالي متصدقش حلو كل حلو انت خصك تشوف هنا سينو هادي هي ماماهم هادي 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 كضوية معي طول بوزيرو ديكور ماشين جميعا entre عندك كامل دوز مساعد شغل ديالي العصر كيما تشوفوا ديما بقا تحركوها باش ما تنسخش. عندك تخشيو معلقه ضد الدوره ولا شي حاجه لا احب كل باي. كما تنشوفوا باي نشفات من لاصوص ديالها كامله ودقتها باقي شويه خاصه تطيب، نزيد فيها شويه البويون شويه زيد لها واحد 5 دقائق وصافي صافي. هادشي طاب، دابا غنغطيو وغنطفي العافية ونخليو يستراح واحد 4 دقايق قبل ما ناكلو. اوف وراحة هادشي واقيلا جا بنين. دابا نقول نجيب لكم الخبار.